الأخ الكريم أحمد يقول سأل عن رؤية. أنا في واقع الحال مع اعتذاري الوافر لجناب الأخ في مسألة الرؤى والأحلام، عندي نظرة يعني ليست نظرتي أنا، حتى نظرة المرجعية الله يحفظها. كنت في مجلس معها ذكرت أنه الناس كثير، قال سيدنا الناس قل لهم أن يكونوا أكثر اهتماما وأكثر التفاتا إلى الأمور التي هم مسؤولون عنها في حالة اليقظة. نحن غير مسؤولين عن منامنا وعن ما نشاهده في عالم المنام، نحن مسؤولون عن عالم اليقظة في عالم الوعي وعالم الشعور. فهذا لابد أن نوجه الناس، سيدنا الناس على حال يهتمون لقضية الأحلام، قال إيه نعم الناس مهتمين لأمرين لا أرى أنه مهمان، قضية الأحلام وقضية الاستخارة الكثيرة. أحسنتم سيدنا.